هلا وغلا، جبنا لكم اليوم أفضل 10 ألعاب إطلاق في التاريخ، وراح نستخدم تقييم موقع ميتاكريتيك الشهير، وإذا تشابه التقييمات راح نستخدم أعلى مبيعات اللعبة في المقارنة. وقبل ما نبدأ لا تنسون اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك. معكم فادي الشيحة، والحين خلونا نبدأ. في المركز العاشر معنا لعبة لويجيز مانشن، وأخذت تقييم 78 على ميتاكريتيك. اللعبة تعتبر لعبة إطلاق على جهاز النينتندو جيم كيوب، وهي أول لعبة بطولة لأخو ماريو الصغير لويجي، مع أنه كان في لعبة ثانية اسمها ماريو إز ميسينج صدرت على جهاز سوبر نينتندو كان بطل فيها، لكن لويجيز مانشن نينتندو يعتبرونها هي الدخل الحقيقية لشخصية لويجي كدور بطولة. واللعبة فكرتها أن لويجي ربح قصر كبير جدا ولكن مسكون بالأشباح، وتعرف على بروفيسور اسمه إيجاد، وأعطى لويجي مكنسة يستخدمها كسلاح لصيد الأشباح، وأيضا يستكشف القصر العملاق ويأخذ الكنوز المخبأة. في المركز التاسع معانا لعبة فورزا موتور سبورت 5 بتقييم 79 على ميتاكريتيك، وهي تعتبر لعبة إطلاق لجهاز الإكس بوكس 1 والجزء الخامس في السلسلة، وأول لعبة سيارات في الجيل الجديد وقتها، وكانت مبهرة برسومها القوية والتفاصيل الدقيقة، وأيضا كان فيها مضامير كثيرة متنوعة بطبيعة جميلة وسيارات إضافية على الأجزاء السابقة، وأيضا طور أونلاين تنافسي. في المركز الثامن معانا لعبة نيو سوبر ماريو يو بتقييم 84 على ميتاكريتيك، وكانت لعبة إطلاق لجهاز نينتندو ويو، وتعتبر ريميك مطور للنسخة اللي صدرت على الوي، بحيث رجعت نينتندو إلى طريقة اللعبة البلاتفورم الثنائي الأبعاد الكلاسيكي اللي بدأت فيه سلسلة مشهورة. والجديد فيها أنها كانت برسوم ثلاثية أبعاد جميلة تستعرض قوة الجهاز، وكان فيها تحولات جديدة، وأيضا أضافوا شخصيات تود كلاعبين، واستفادت خاصيات اليد في الشاشة أيضا بإضافة لاعب خامس مساعدة للاعبين أثناء اللعب. في المركز السابع معنا لعبة سونيك أدفنتشر بتقييم 87 في ميتاكريتيك، وكانت لعبة إطلاق لجهاز السيجا الأخير الرائع دريم كاست. اللعبة كانت إعادة إنعاش وريبوت للسلسلة بأن أعطوا سونيك هوية جديدة وأصحابه اللي معاه، وأيضا شخصية إيمي روز اللي ظهرت في لعبة سونيك سي دي خلوها قابلة للعب، وأضافوا شخصية جديدة وهي بيك القطة وأسلوب اللعب الخاص فيه صيد السمك. كانت اللعبة عبارة عن لعبة مغامرات من مضامير، وكل شخصية لها طريقة لعب خاصة فيها، سونيك سريع، ناكلز قوي، تيلز يسوق طيارة، إيمي عندها مطرقة، وبيك يصطاد السمك. في المركز السادس معنا لعبة Call of Duty 2 بتقييم 89 على ميتاكريتيك، وكانت لعبة إطلاق لجهاز الإكس بوكس 360 وحصرية كونسل له بعد. اللعبة تعتبر الجزء الثاني في السلسلة الأسطورية Call of Duty، وتدور أحداثها في الحرب العالمية الثانية، وفيها قصة حربية ممتازة وطور أونلاين كان ممتع والكثير يعتبره من الأفضل. ومحمد البسيمي يقول أنه من الألعاب النادرة اللي جاب فيها 1000 من 1000 achievement، وكانت متعة اللعب على مستوى الصعوبة الهارد. في المركز الخامس عندنا لعبة سوبر ماريو 64 بتقييم 94 على ميتاكريتيك، وتعتبر لعبة إطلاق لجهاز نينتندو 64، وهي أول لعبة بلاتفورم ثلاثي الأبعاد بتحكم حر لشخصية ماريو وأيضا بشكل عام، وتعتبر لعبة اللي وضعت الأسس اللي مشت عليها باقي الألعاب بلاتفورم الشهيرة مثل راتشت أند كلانك وغيرها، وأضافت أيضا نظام الحلقات للمراحل بحيث كل مرحلة كان يتكون من حلقات مختلفة، وكل حلقة لازم تحصل فيها على نجمة عشان تقدر تفوز فيها. في المركز الرابع معنا لعبة The Legend of Zelda Twilight Princess بتقييم 95 على ميتاكريتيك، وكانت لعبة إطلاق على جهاز نينتندو وي، وكانت عبارة عن مغامرة جديدة برسوم وتصميم جميل وواقعي، خلافاً على الجزء اللي سبقه وهو ويند ويكر وكانت رسومه كرتونية. وتم تطوير تويلت برينسس على جهاز الوي والجيم كيوب مع بعض، واستخدمت خواص جهاز التحكم الجديد بأنه كان يستخدم للتلويح بسيف لينك فيه. في المركز الثالث عندنا لعبة هيلو بتقييم 97 على ميتاكريتيك، وباعت 5.5 مليون نسخة. كانت لعبة إطلاق لجهاز الإكس بوكس الأصلي، وهي اللي خلت الجهاز يبيع وينجحه لدرجة أن الناس قاموا يسمونه جهاز هيلو. لعبة هيلو رفعت سقف اللعب الجماعي والتنافسي في ألعاب المنظور الأول على الكونسول، وتفوقت على الألعاب اللي مثلها كاونتر سترايك وغيرهم على البي سي، وأيضا أصبحت ملكة الساحة في نظام شبكات المنظور الأول وقتها. في المركز الثاني عندنا لعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild بتقييم 97 من ميتاكريتيك، وباعت حوالي 18 مليون نسخة، وهي كانت لعبة إصدار لجهاز نينتندو سويتش، وتعتبر أحد أسباب نجاح بيع الجهاز، وهي تعتبر أول لعبة لزلدة في عالم مفتوح، وتميزت في عالمها الجميل والرسوم وطريقة اللعب الحرة اللي تمكنك أنك تشق طريقك لوحدك فيها بأي طريقة تختارها، ما كان في أي حدود فيها أبدا، وإلى اليوم اللاعبين يطلعون طرق جديدة للعب فيها. فعلا كانت لعبة أسطورية ورفعت سقف ألعاب العالم المفتوح. أما المركز الأول معانا لعبة سول كاليبر
بتقييم 98 من ميتاكريتيك، وتعتبر لعبة إطلاق على جهاز السيجا دريم كاست، وأيضا الدخلة الحقيقية لألعاب القتال الثلاثية الأبعاد في الجيل وقتها. وتميزت اللعبة بأن كان فيها رسوم قوية جدا، استعرضت قوة رقاقة النايومي في جهاز دريم كاست واللي كان نفسه موجود في أجهزة الأركيد وقتها. اللعبة هي جزء جديد من بعد سول بليد، وفيها شخصيات منوعة، وكل شخصية طريقة قتال خاصة فيه وأسلحة خاصة فيه أيضا. وأيضا كان في طور قصة مميز وجميل جدا. شخصيا كان أكثر شيء أعجبني في اللعبة وقتها، مثلا كان يقولك كنت تمشي في متاهة وانطلق عليك فخ غاز سام وهجم عليك شخص، وبعدها لما تبدأ القتال طاقتك راح تصير تنقص تدريجيا كأنه فعلا أنت كنت متسمم ولازم تفوز قبل انتهاء الوقت. إذن هذه كانت أفضل 10 ألعاب إطلاق في التاريخ. اكتبوا تحت في الكومنتس لو لعبتوا أي من الألعاب اللي ذكرناها، وأيضا لو عندكم لستة خاصة فيكم أنتم. يعطيكم العافية في المتابعة، مع السلامة.